عسى الله يطول لنا بعمرك عمي، وعساك ذخر ان شاء الله وما ننحرم منك. حاضر يوصل، مع السلامه. عمي يسلم عليكم كلكم. عمي عيسى يهبل طيب وحنون، وتحسون يحبنا من قلب. عاد صدق يعني احس انه قوي يحبنا، بس ساعات احس ان الباقي يكرهوننا. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي بدر، سمعيني يا بنت الناس، الحين اخونا معك. استغفر الله، احس قلوبهم سودة علينا. قاسين، احنا سترنا عليك علشان اخوي ابو شيخه ما يعرف عن ماضي. نسيت اللي سويتيه فينا؟ ما نسيت، بس الله يغفر. ما نعرفك ولا تعرفيننا كلش. اذا تبين بناتك ما يعرفون عنك شيء، لازم تحاولين حلال اخونا كله باسمنا. لا، البنات ما لهم علاقه، واللي يسلمكم ما لهم شغل. خلص كل شيء ولحن. لما قولي شو الموضوع خلنا نفهم. فهمينا بس. قلت ما بي احد يتكلم في الموضوع. امي كلامها كان واضح. لا يكون الموضوع اللي دار بيننا احد يدري فيه. اذا ما طلع ابوي كان متزوج على امي وامي ما تدري، اطلع انا ما افهم شيء. وانتي ليش مصره يعني على هالسالفه؟ هيا وبناتها على الام بي سي دراما. رمضان يجمعنا.